أما العجوز الذي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. يعني هذا ضرب مثال بأنه لم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. يعني إحنا في آخرها الإنسان دائما لازم يخاف، يخاف إن الدنيا لن تدوم، كل الحروبات الطاحنة على الأموال والأراضي وكل شيء هذا لا يدوم، إما أنها ستفنى الدنيا وهذا أكيد، أو ستفنى قبلها أنت. فعلى ماذا نتقاتل على الدنيا وسلاح وطخ وسركة وغش وبيع وميمون وغير ذلك؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل شو النتيجة؟ ثم ماذا؟ تقتل إنسان من أجل مال، ثم ماذا؟ ثم موت وحساب، موت وحساب عند رب الأرباب.